مرحبا نيجار، أنا مهشيد. اتصلت فيكي مشان ذكرك بموعدنا بكرة على 10. رح أجي أخدك منيح؟ إذا عندك مشكلة اتصلي فيني ماشي؟ يا الله شو إنك معدتي، لك حدا بفيق قبل الوحدة هالأيام؟ هي ثالث مرة بتصل وما بلاقيكي بالبيت، معقول هالشي؟ حبيبتي أنا ما رح نام لأسمع صوتك، اتصلي فيني أول ما ترجعي. إيه؟ مرحبا نيجار، بعرف انك بالصالون ليكني انا واقف برا، تركت لك رساله مشان ما تنحرمي من صوتي المساء. شو مجنون؟ اتصلي فيني لا تنسي. لك لا، اساسا الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. احيانا بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. نيجار ما بيصير هالشي، انا حاسه انه الشاب عرفان كل شي. خلص بقى. لك لا، أساساً الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحياناً بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. نيجار ما بيصير هالشي، أنا حاسة إنه الشاب عرفان كل شي. خلص بقى. لك لا، أساساً الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحياناً بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. نيجار ما بيصير هالشي. Thank you.
هالشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحياناً بزعل علي. الله يلعنك يا مهشيد، مع مين عم تحكي؟ مرحبا. أهلين، شو ليش لهلأ ما سكرت؟ كنت ناطرك لحتى تجي. لوين رايح بالله؟ مشوار. هلأ خلصني وقل لي لوين. اسمع شوي، أخذت كل شي معك؟ شو بدك؟ صاير معك شي؟ كيف وصلك هالشعور؟ ما بعرف بس أكيد في شي. لوين رايح؟ رح غيب كم يوم. قل لي لوين؟ لك خلصنا بقى. لك وقف فهمني شو القصة؟ قديش بدك تطول؟ مو كتير. طيب بس قلي لوين رايح؟ المفاتيح. ماشي، انتبه على المحل بين ما ارجع. مجنون؟ Thank you.
أساسا الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحيانا بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. لك لا، أساسا الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحيانا بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. لك لا، أساسا الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحيانا بزعل عليه. الله يلعنك يا مهشيد، مع مين عم تحكي؟ يسعد لي مساك، لو سمحت اعطيني ورق السيارة. فيني اعرف ليش وقفتني؟ لأنه حضرتك كنت عم تسوق بسرعة، هالمرة بس رح خالفك، وإذا تكرر هالشي مرة تانية رح نضطر نحجز لك السيارة، دير بالك منيح. وصلني خبر مو منيح، لهيك كنت عم سوق بهاي الطريقة. شو ما كان صاير معك غلط إنك تسوق بسرعة كبيرة، عم تفهم؟ يا ريت تحط حزام الأمان. تصبح على خير، دير بالك حالك. شكرا لك.
وينك انت اللي نص ساعه واقفه قدام الباب؟ اذا عم تمزحي فهلا مو وقتها، مشان الله ردي عليه، الجماعه مستنونا. لا تخليني اتصل بالشرطه. الو نيجار، الو الو نيجار. شرطة النجدة؟ ألو عم تسمعني؟ للوحدة 12 للمركز، للوحدة 12 للمركز. فتنا على البيت ولقينا البنت مقتولة جوا. شو اسم المغدورة؟ اسمها نيجار، وهي أقرب رفيقة إلي. وين أبوها وأمها؟ هي عايشة لحالها، أبوها وأمها سافروا على لندن. عفواً، هلأ أنت بتعرفي كل رفقاتها؟ يعني كلياتهم لا، بس أغلبيتهم أصدقاء مشتركين بيننا. طيب كان الأعداء شي؟ لا، هي كانت بحالة، بعمرها ما تخانت مع حدا، ما لها أعداء أنا متأكدة. ليش حتى يقتلوها؟ ما أنا مخطوبة؟ مخطوبة؟ لا، بس في حدا بحياتها. طيب كيف كانت علاقتهم؟ مؤخراً ما صار بيناتهم أي مشكلة تخليه يفكر إنه يقتل نيجار؟ على حد علمي لا، كانت علاقتهم كثير منيحة. بتعرفي حدا غيره؟ في عندها رفقات شباب، بس ما حدا منهم إله مصلحة يقتلها. الجريمة اللي صايرة مانا طبيعية، القاتل ما كان فايت ليسرق. الآثار بتدل إنه جرى من قدام باب البيت للصالون. بتعرفي شو معناتها الحركة؟ هو حاقد عليها وإجا مشان ينتقم. طلعي خنقة بهذا الشال. شو هالنسوة؟ بنتي كانت اجتماعية، يعني أغلب الوقت مع رفقاتها. للأسف هي كانت تتأخر لترجع على البيت، وهالشي كان يزعجنا. تفضل سيدي، اسمع التسجيل. لك لا، أساساً الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحياناً بزعل عليه. لك هذا صوت نيجار؟ يعني ما اتصلي على بيتها ومسجلي صوتها؟ نيجار ما بيصير هالشي. مظبوط، أنا حاسة إنه الشاب عرفان كل شي. وقتها كانت عم تحكي على الموبايل. لك لا، أساساً الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحياناً بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. لي ما عم صدق، كيف هيك؟ يعني في حدا مسجل صوته؟ بس ليش؟ شو بده منا يعني؟ انت متأكدة انه صوته؟ ايه طبعا انا متأكدة، يعني معقول خربت بصوت رفيقتي؟ نيجار ما بيصير هالشي، انا حاسة انه شب عرفان كل شي. خلص بقى، هذا الاشارة من عنده. ألف مبروك، شرفته. Thank you.
أساسا الشاب كتير غبي، يا حرام شو متعلق فيني. أحيانا بزعل عليه، والله شكله واقع بالفخ. تصبح على خير بخاطرك. مع السلامة. ولا يهمك ليكن عندي هون، لو كنت بعرف عنوان بيتك كنت جبت لك ياهن لعندك. خلص لا تخافي، الموضوع عنا رح نمسكه للشب. هلأ عنوان المحل أكيد بتعرفي، بس بدي أعرف شو اسمه للشاب. الشاب اسمه ماني. اسمع، بدي اياكم تفحصوا لي الشعرات اللي لقيناهم بايد المغدوره، على الاغلب هن للقاتل. يلا رايح ابعتهم. هلا هذا المحل لك؟ ايه المحل الي، بس في معي شريك. وينه؟ مسافر، ما تعرفنا. أنا النقيب سيفي من الأمن الجنائي. خير شو صاير؟ تعرف شي لهي البنت؟ نفس الإشارة تبعها. فاتورة المي، الكهرباء، وهي التليفون، وهي فاتورة الموبايل كمان. هلا على حد علمي انه ابوه وامه منفصلين من زمان كتير، وهذا المحل ملك لعمه. وينه عمه؟ الرجال تاجر كبير عايش بدبي. يعني انا ما بظن انه ماني هو الشخص اللي عم تدوروا عليه، مستحيل يقتل. لك هذا الشاب كتير ادمي، بحياته ما اذى حدا. قال لك لوين رايح؟ لا والله يا سيدي، ما خبرني، ما قال لي.
نتيجة تحليل البصمات هلأ طلعت مثل ما توقعت. طلعوا للشب. روح على النيابة وجيب لي إذن لنفتش بيته فورا. سيدي. Thank you.
لو سمحت روح لعند الطبيب الشرعي وخذ التقرير منه فورا. طبعا مثل العادة بتعمل نسخة عنه وبتبعتها للمدير، بس بدي اياك بدق لك. حاضر سيدي. الله معك. طيب رح نبلش بدون اي مقدمات. شريكك شو كان اسمه؟ رفيقي اسمه ماني. ماني. طيب اللي هو من وين وقديش عمره؟ عمره 30 سنة وهو من مواليد طهران. هو متجوز ما هيك؟ لا سيدي ماني مانو متزوج. هو ومين عايش؟ لحاله. وين؟ ببيته سيدي، بس يعني البيت مو له لسته، حسب ما قال لي انه صار له شي سنتين ويمكن 3 سنين عايشة بمأوى العجزة. وين هي؟ سيدي هو حاطة بمأوى العجزة، بس طبعا ماني هو اللي بيدفع المصاريف، كان يجيب له ممرضات يعتنوا فيها، بس بعدين هي طلبت منه يحطها بالمأوى، قال هنيك أريح له. قديش صار لك بتعرفه؟ يعني من لما كنا أولاد صغار. هو شاب كتير منيح وآدمي، ماله بالعادة إنه يأذي حدا أبدا. اللي عنده رفقات غيرك؟ لا، على حد علمي أنا رفيقه الوحيد. ماني ما كان اجتماعي. طيب أبوه وأمه تعرف أي شي عنهم؟ ليك سيادة النقيب، أنا حكيت كل شي بعرفه لزميلك الضابط، ضروري إرجع عيد كلامي مرة تانية. يعني أكيد ضروري. شو هالسؤال الذكي؟ بناء على أوامر قاضي التحقيق الأول فينا نحقق معك مرة ومرتين وثلاثة كمان. كلامي واضح؟ طيب ماشي، طالما هيك الأوامر فخلص. أنت الغلطانة. قليلي ليش هيك حكيتي عني؟ أنا نيجار. نيجار ايه مظبوط نيجار. مين انت؟ وين انا؟ لعما هي سيارتي، وقف لشوف. انت اللي كنت رح ادعسك مو هيك؟ الحق عليك، بس يلا منيح لي مريت على خير. بس أنا ما فهمت شلون يعني مرت على خير. جرحي بسيط ما بينحكى فيه. صار لك شي؟ أنت لوين أخذني؟ أنت اللي لوين طريقك؟ شو بدك فيني؟ أنت اللي لوين كنت رايح بهالوقت؟ يعني على هوا هالسرعة اللي كنت ماشي فيها على الأغلب كنت بدك تنتحر. كنت مستعجل. وقف أنا بدي سوق. عم قلك إني صرت منيح. لا والله ما بظن هالشي. ما فهمت شو قصدك يعني؟ على هوا الحكي اللي كنت عم تقوله وانت مغمى عليك، ما بظن انك منيح، في عندك مشكلة مزبوط؟ قلت لك انا منيح. هل وست شي؟
طيب قلي أنا شو كنت عم أقول؟ بدك تعرف؟ أنا ما فهمت عليك، ما قدرت أسمعك منيح. واللي سمعته كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، شي تقول ما دخلني، شي تقول الحق عليكي، ما علينا. إيه؟ شو رأيك أخذك على شي مستشفى أو مستوصف قريب من شان نعمل لك تحاليل، مو بيكون لا أحسن؟ ما في داعي، قلت لك إنه أنا منيح وما فيني شي. طيب مثل ما بدك. وهلأ اللي لشوف ليش كنت مسرع هيك؟ لك ليكون في حدا لاحق. وقف، قلت لك وقف، ما سمعت؟ عم قل لك يلا وقف، خلصني، ما عم تسمع؟ وقف بقى، صف على اليمين. لك يا مجنون شو عم تعمل؟ بدك تروحنا؟ على مهلك يا ولد، على مهلك. خليني اعرف سوق. طيب مثل ما بدك، ماشي، لا تواخذني هاي سيارتك. لا تخاف، ما راح اشتكي عليك لأنك كنت ماشي بسرعة كبيرة. أنا بس كنت حابب ساعدك، ماشي؟ بس هلأ بعد ما شفت أنك منيح صار فيني أقول لك مع السلامة. تعا اطلع معي خليني وصلك. للأسف أبوه كان طول الوقت سكران، وآخر شي صار يتعاطى مخدرات كمان، وكان دائماً يضرب مرده لحد ما بالأخير طلقها. وبعد ما طلقت فوراً هجت. ولوين؟ تزوجت واحد غيره وسافرت لبرات البلد، وما عاد سمعنا عنها شي. طيب وأبو؟ كان يعامل ماني بطريقة مو منيحة، تخيل كان يحبسه بالبيت ويغيب عنه شهور. يمكن تفكرني عم بالغ، بس صدقني هي الحقيقة. وليتأكد إنه ماني ما رح يموت من الجوع، كان موصي بياع الفلافل اللي بالحارة كل يوم يرمي له سندويشة على البرندة. كان بيتنا بيلزق بيتهم، ومن هون تعرفت عليه. لما شوفه محبوس كنت أزعل عليه كتير. ومرة كسر الشفاط مشان يهرب، قام للأسف وقع على وشه. وأبو شو عمل؟ لما وقع على الأرض صار يبكي طبعاً، الجيران سمعوا صوته، ولما شافوا الدم كيف معبي وشه أخذوه فوراً على المستشفى. بعدين اتصلوا بأبوه لحتى يجي. قام الأخ أول ما فات لعند ابنه صار يضربه، وبعدين استأجر أبوه حبسه فيه لحتى ما يقدر يهرب منه أبداً، ورجع لعوايده القديمة. مرة مسكوا معه مخدرات، ضل ماني 3 أيام بالأبو بدون أكل، لحد ما أبوه طلب من واحد رفيقه يروح يطالعه من هنيك. عن جد قصته لهالشاب بتزعل، يعني فينا نقول إنه ماني عايش طفولة مأساوية، ما هيك؟ صح، العذاب يلي عاشه مانو طبيعي. وبعدين شو صار؟ صدمة عاطفية، ما هيك؟ شو يعني مكتوب عجبيني؟ مبين عليك عشقان، هالحكي مزبوط؟ ايه هالحكي مزبوط. واسم البنت نجار مزبوط؟ شو عرفك باسمها؟
لما كان مغمى عليك كنت طول الوقت عم تنادي بهالاسم ومن هون عرفته. شو قلت كمان؟ شو بيعرفني؟ ما أنا قلت لك كلامك ما كان مفهوم. أبوه دفع كفالة وطلع لأنه الكمية اللي معه ما كانت كبيرة. وقت طلع من الحبس عمل البيت، يعني شلون بدي اقول لك سيدي، وكر لرفقاته الحشاشين والامرجيه، كل شيء كان يطلعوا من شغله وقتها كان يصرفوا عليهم. وماني محبوس بالابو وما بيطلع عليه غير بالصدف. بالاخير البيت كتير انشمس بالمنطقه، واجوا الشرطه شمعوا البيت وحبسوا الاب. ماني قعد عنا شيء اسبوع وقتها لحد ما ودينا له عند سته، بس هي كانت كتير مريضه، يعني ما بتشوف منيح ومع سكر، ويا حرام كلوية مو شغالين منيح، كل فترة بدها تروح تعمل لهم غسيل بالمشفى. بالأخير أبو طلع من الحبس، قام باع البيت واختفى. ولوين راح؟ ما بعرف سيدي، ناس بيقولوا راح على بندر عباس، وناس بيقولوا عم يشتغل بالتهريب، وناس بيقولوا عم يتاجر بالمخدرات، يعني تقريبا من شي 5-6 سنين ما حدا بيعرف عنه أي شي. طيب وأمه؟ حكينا معها مرة واحدة، طلبنا منها أنه تيجي تاخد ماني. للأسف رفضت وقالت ما لها علاقة فيه. وبعدين كمل لشوف. وصلنا لعمه. مثل ما قلت لك عمه كتير غني وعايش برات هالبلد. مرة اجى على إيران مشان يزور أمه، واشترى هذا المحل لماني مشان يطلع مصاري يصرف على حاله وعلى سته. طيب ماني لأي صف دارس؟ والله ما بعرف، بس ما بظن أنه أخذ البكالوريا، يعني كان كل يوم يقعد لحاله بالجنينة ويتفرج على البطاطي اللي هنيك ويدخن. كان يتعاطى مخدرات؟ ما بعرف. اوعك تكذب علي، اتفقنا نحكي بكل صراحة، ما هيك؟ اسمعني منيح، انت لهلأ ما سبتت براءتك، رفيق طفولتك ماني متهم بجريمة، ومو اي جريمة، جريمة قتل. الله وكيلك يا سيدي، انا مالي علاقة بكل هالشغلة، هو اللي طلب مني اني صير شريكه بالمحل. مشان الله يا سيدي، بجوز يكون هو قاتل البنت، بس صدقني انا مالي علاقة بنوب. اللي لشوف شو كان يتعاطى. أول شي بلش بالحشيش، كان يشتري من بنت عايشة بالجنينة، بعدين ما عاد عبيت معه، قام انتقل للحبوب، بصراحة ما بعرف شو اسمه. وحضرتك شو كنت تتعاطى؟ ليش اجيت من هون؟ هذا الطريق مختصر، عندك شي مشكلة؟ لا، مثل ما بدك. الله وكيلك يا سيادة النقيب، أنا دخان ما بدخن. بعدين والله إذا أبي بيعرف إنه ماني كان يتعاطى مخدرات وأنا ما قلت له ليقلعني من البيت. بترجاك سيدي، بترجاك لا تحط هذا الشي بالملف تبعي، أنا بعد 6 شهور بدي أتجوز. يا الله، نحن ما في عنا أي شيء ضدك، ما كان لازم منك هالحكي بنور، بس لأنك تعاونت معنا رح خليهم يخلوا سبيلك بسند كفالة، وإذا ما مش الحال رح لاقي شيء طريقة لحتى نظبطها. ماشي؟ اللي أنت ما كنت بتعرف شيء عن كاميرات المراقبة؟ لا والله يا سيدي، بشو بدك ياني أحلف لك إنه ما كان عندي علم بكل هالقصة؟ لك كاميرات شو هي؟ أصلاً بحياتي ما قربت على الممنوع، إذا مو مصدق روحوا واسألوا عني كل اللي بيعرفوني. هي أكيد رح نسأل عنك ولا يهمك. اللي
في شيء لسه ما قلت لي اياه وحابب تقوله؟ تذكر منيح. ما بعرف اصلا انا هلا ماني منيح. شو اللي جابني لهون؟ صدقني ما غلطت بشي. معقول الحاله اللي وصلت لها انا؟ ما قلت لابي اني جاي لهون ولا لامي المريضه. اصلا اذا بتدرى اني بالامن الجنائي عم يتحقق معي بخصوص جريمه قتل لتجيها جلطه وتموت فورا. لك انت شبك ما في داعي للخوف، بس المجرم بيخاف منا وانت مانك عامل شي، ما هيك؟ اهدى. صدقني لو ما في ناس مثلنا بهالبلد كانت خربت من زمان. صحيح، شو بدي اسألك هلا، على اعتبار انه انت شاب منيح وما في منك، ليش ما ساعدت رفيقك؟ على الاقل كنت انصحه انه يبعد عن المخدرات، بجوز كان يسمع منك ويتركها. مزبوط؟ يعني مثل ما قلت لك ماني تعذب كتير بحياته. حكيت معه كذا مرة بهالموضوع بس كان دائما يقول لي نفس الجواب، انا تعذبت بحياتي وهي الشغلة الوحيدة اللي عم تخليني انسى لا تحرمني منها. كلامه كان يقنعني، بعدين انا ما كنت بعرف انه هي الحبوب مثل الحشيش. صدقني فكرت ادوية مو اكتر. وهو كمان كان يقول لي انه هي مجرد ادوية، مستحيل الواحد يأدمن عليها لانه ما فيها مواد مخدرة. كنت مفكر انه هي مثل الادوية المهدئة اللي بناخدها مشان وجع الراس، ما بتسبب الادمان. بالعكس تماما، هي المواد الصناعية أسوأ بكتير من ضرر الأفيون. تعرف شو بتساوي؟ بتخلي الإنسان يفقد عقله وإحساسه ويمكن تقضي عليه كمان. منيح حكيت لي عن هالشغلة لحتى فهمك عليها. وصلت الفكرة؟ طيب شكرا، عطيتنا معلومات مهمة. بس معلش رجع أتذكر مرة تانية، في شي نسيت تحكي لي إياه؟ تذكر. لا كل شي عندي حكيته. سيادة النقيب بترجى خليني هلا ارجع على بيتي. وايمت ما اعتزتني رقمي صار معكم، اتصل فيني وانا فورا رح اجي لعندكم، شو رأيك؟ بس على ليلي كنت وقف لك بشي استراحة لحتى نشتري شي شغلة ناكلها. هاد ناصر. ما عم يرد. معلش حاول مرة تانية. قفلوا. انت كأنك هربان من حدا مو هيك؟ شو اللي خلاك تفكر اني هربان؟ حابب تعرف؟ انت ما مرقت من هذا الطريق لانه مختصر، صح كلامي؟ شرطة عم تلاحقك ما؟ يلا انزل لشوف. عم اقول لك انزل. معناها طلع مزبوط كلامي. يلا روح. انزل من السيارة، عم لك انزل. بس انت بحاجة لمساعدتي. الأحسن إلك تنقلع من وشي.
من كتر مالك خايف يا أستاذ صار لك تقريبا 10 دقائق ماشي ودولابك مبنشر. شوف بعينك إذا مالك مصدقني. يعني وانت بهالوضع هاد أكيد ما رح تقدر تغير الدولاب لحالك. سيدي لقينا له أثر. شو هو؟ ليلة الجريمة في سيارة بنفس مواصفات سيارته هي ماشية تخالفت بشمال طهران، والسبب كان أنه ماشي بسرعة كتير كبيرة. اتأكدنا من رقم السيارة، طلعت لقله. أنتم متأكدين؟ إيه سيدي. اللي جرمك كبير؟ مبينه اكيد جرمك كبير لحتى هربان من الشرطه. مو ملاحظ انك عم تكتر اسئله كتير؟ انا ما عملت شي لحتى اهرب من الشرطه، مشان هيك حاجه حكي فاضي، عم تفهم ولا لا؟ لهلا ما كنت تثق فيني، ما هيك؟ انت ليش ما عم تفهم؟ لحظة روقنا. انا بتمنى انه يكون تخميني مو مزبوط وتطلع مو عامل شيء ولا هربان من الشرطة، بس في نصيحة مهمة بدي اقول لك اياها، انه هذا الطريق نهايته مسدودة، يعني ما راح يوصلك لمطرح ما بدك، فمضطر ترجع. شكراً على نصيحتك بس ما بتلزمني. معقول تتركني هون لحالي وتروح؟ دبر حالك، ما فيني أخذك معي. بس هالحركة اللي عم تعملها فيني اسمها ندالي، ما هيك؟ يا سيدي فهمها وسميها مثل ما بدك. أصلاً الله يكتر خيري أني تحملتك لهون، وعلى قولة الأكابر فرصة سعيدة وتشرفت بمعرفتك كتير. إن شاء الله مفكر إني راح أتركك بسهولة. Thank you.
السلام عليكم. في مجال فوت؟ شو بدك؟ أنا بس بدي أحكي تليفون. نحن مسكرين، عم نصلح المحل هلأ. خليني فوت على المطعم لأني عامل حادث. تليفون افتحي. ما عم يرد. خلصت ما هيك؟ يلا لأنه عنا شغل. على أساس يجي الساعة 6 الصبح، وينه لهلأ؟ مرحبا. أهلين. قلي أنت شو عم تعمل هون؟ بعدين ليش وشك كله دم؟ الحقيقة عامل حادث. يلي بيعمل حادث المفروض يكون بالمشفى. اطمني، جرحي بسيط كتير، بس بدي غسل وشي. مسيك ابني مسيك، نشف وشك بهي. ما بعرف بس أنا حاسستك مو على بعضك. إذا تعبان يا ابني باخدك عن مستوصف مشان يفحصوك. شكراً أنا منيح، بس بصراحة جوعان. طيب عود جوا دقيقتين ورح جيب لك الفطور. انتو فحصتوا موبايل المغدورة ما هيك؟ ايه نعم سيدي، هلأ الرسائل اللي كانت تجيها كلها تقدرنا انه نطالعها، بس سجل المكالمات ممسوح، مشان هيك بعتت واحد من الشباب سيدي يجيبن عن طريق المخزن. ايه وبعدين يعني لسه بدنا نضل قاعدين هيك وعم نستنى؟ سجل المكالمات هو اهم من الرسائل. مين اتصل فيها على الارضي؟ لقينا رقم محل ماني، ورقم بيته كمان، ورقم رفيقته مهشيد، وفي رقم دكتور تجميل كمان. تفضل. هاي بنتي، هي مخطوبة لشاب آدمي، بس يتسرح بيتجوزوا. يعني من وقت ما توفى جوزي وهالمطعم مقفول، بس قررنا هلأ أنه نفتحه.
كله مشان صهري. هو وبنتي رح يستلموه بس يتسرح. ييش وبيحبوا بعضهم. هذا رقم هاتف أرضي من شهرستان. يا ملازم. مسيك. نعم سيدي. نحن في عنا واحد بيشتغل بمقسم الهاتف. صح. شو كان اسمه؟ ابني فيك شي؟ لا منيح. قالوا نعم. سجل عندك يا ابني. مطعم شعبي بغابة الشمال. حلو كتير. أعطيني العنوان. نصحتك وقلت لك انه هذا الطريق نهايته مسدودي بس ما صدقتني. شو بدك؟ حاليا فيك تمشي هلا وبالطريق بناخذ وبنعطي سوا. شو بصير اذا ما مشيت؟ الشغلة مو على كيفك، لازم تمشي. أصلاً أنت بتعرف أنه لحينك وممكن يوصلوا لك بأي لحظة. ما عم بفهم عليك، شو قصدك بالضبط؟ والله كأنه حابب فهمك أكتر. ليك ولا أنا بعرف أنك قتلت بنت اسمها نجار، بعدين حاجة تجذبها قدامي وتعمل حالك مالك عامل شيء. أصلاً الشرطة عم تدور عليك بكل مكان لأنه الأدلة اللي لاقوها بتأكد أنه أنت القاتل. شو عرفك؟ شلون عرفت؟ أصلاً حضرتك غلطت لأنك ما رديت على ناصر. على فكرة أنا كتير زعلان عليك لأنه على قد ما تعطيت مخدرات مخك ما عاد اشتغل مثل الخل. يلا يلا سوق لشوف، أحسن ما خليك تشوف وشي التاني. يلا عمل لك سوق ولا؟ شو الأوامر هلأ سيدي؟ الشغلة واضحة، طرف الخيط اللي بين إيدينا هو رقم الهاتف، أكيد هو هنيك. مو صحيح، أنت عم تكذب. تقصد بخصوص أنك ارتكبت جريمة قتل؟ مستحيل الشرطة تعرف أني أنا القاتل. عن جد؟
طب تذكر منيح يا فهيم، انت ما تركت وراك اي دليل بيخليهم يشكوا فيك الا، والاهم من هاد انه في شاهد. بعدين انت حكيت قدامي انك ارتكبت جريمه قتل. روح من على اليمين دور وارجع. قديش بدك لحتى تتركني؟ هيك لكان يعني حضرتك حابب تعمل معي صفقة؟ حلو كتير ممتاز. قلي لشوف، شو في معك شي محرز خرج الواحد يطمع فيه؟ شو بدك؟ شو بيعرفني؟ يعني مثلا انت قلي حياتك قديش بتساوي عندك؟ اطلب يلي بدك يا. يا السلام، شو هالكرم هاد؟ هذا اسمه حكي فاضي. يا اما انت مالك عامل لي اي اعتبار، يا اما عم تحاول تلعب بديله. قل لي شو بدك لحتى تتركني بحالي؟ قلت لك بدي يكون شي محرز لانه القصه كتير كبيره. رح اتكتم على جريمه قتل، بتعرف شو يعني هالشي؟ هي فيها مسؤوليه. ما دخلني اذا البنت كانت سيئه ولا لا، بس انت اللي قتلتها. انت ما بتعرف قصتي مع هديك البنت الواطيه. قلت لي الواطيه، وانا اللي كنت مفكر انك عشانها. انت ما بتعرف هي شو عملت فيني. لك شو ما كانت البنت عاملة معك، ما بيصير انك تقتلها، وهلأ لازم تتحمل نتيجة عملتك. يا بسلمك، يا اما بدك تراضيني بشي شغلة. وهلأ دور وبعدين ارجع. يلا جهز لي حالك. ليش في سيدي؟ إلا لمرتك تضب لك شناتيك، عنا سفرة على الشمال مهمة؟ بدنا نجيب واحد. مين؟ الأستاذ ماني. لف لشوف. انت لوين اخذنا؟ لوين بيودي هذا الطريق؟ انزلوا له، انزل يلا. تقتلني إلي كمان؟ أنت بدك هيك، الحق عليك مو علي. وعلى فرض أنك قتلتني، ما رح تقدر تطلع من الغابة لحالك ولا كلمة. بعدين هاي الحركة ما رح تفيدك لأنه الشرطة عم تلحقك. قلت لك ولا كلمة. هن نعرفوا مكانك، ومو بعيدي بهاللحظة يكونوا وصلوا على هداك المطعم. مزبوط؟ انت اللي دليتهم على مكاني ما هيك؟ بسيطة، انا بورجيك يا واطي. بجوز انت اللي دليتهم. انت يا واطي، انت اللي دليتهم. شو بدك مني؟ مين انت؟ تركني بحالي، شو بدك مني؟ تركتني بنص الغابة وما سألت عني. ليك لا تغير الموضوع، هلا بدي اعرف الحقيقة. سمعتني؟ الحقيقة. مين انت؟ وشو علاقتك بناصر؟ انت عارفان حالك شو عم تحكي؟ ايه طبعاً عرفان حالي شو عم بحكي. كل هالمعلومات عني وعن إيجار وعن حادثة مبارح، مين يلي قالك عليها؟ انت قلت لي اول ما جبنا سيرة الشرطان خطف لونك وخفت، وما عاد ترديت على ناصر لما دقلك، ولما كان مغمى عليك صرت تحكي. لا مستحيل يكون حكيت لك كل شيء وانا مغمى علي. وقف عندك ولا رمي السكين بسرعة لشوف. اللي شو رأيك هلأ يا بطل؟ بلاقي ما عاد طلع صوتك. هلا خلاص انتهت اللعبة.
ليش هيك مسطول؟ رمي السكين لشوف. ارميها قبل ما تيجي الشرطة وتلاقيك حامل سكين، بعدين بتصير عقوبتك أكبر صدقني. هاي السكينة لإلك ما؟ رح أبليك بحالي، شو رأيك؟ أنت أجبن من أنك تعمل هيك شيء. وحياتك بعملها وبعمل أبوها، وبهالطريقة بتفوت أنت على السجن ويمكن يعدموك كمان. لا حبيبي أنت غلطان، أصلاً ما حدا بيعرف إنه هالسكين لإلي، ولا تنسى كمان إنه ما في حدا شافنا مع بعض. مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ مين أنت؟ الله يلعنك. مفكرني ما راح أقتل حالي؟ مفكرني عم خوفك؟ روق، أنت لهلأ بعدك عم تغلط بحقي. ولك مين انت؟ هلا بدي اعرف مين انت يا واطي. انا هو الشخص اللي كان ممكن يساعدك لحتى تطلع من هالورطه اللي وقعت حالك فيها. ساعدني انت؟ مظبوط، انت لسه قبل شوي كنت عم تهددني بالقتل اذا انا ما سمعت كلمتك ونفذت اوامرك. كيف بدك تساعدني وعم تتهمني بالقتل؟ القتل يعني انت بيجوز تكون عم تتوهم، بيجوز تكون مو قاتل البنت اساسا، وبيجوز هي تكون لساتها عايشة. قصدك تقول اني انا مجنون؟ انت كنت عم تتوهم. انت مفكرني مجنون ما هيك؟ بتصور انت عم تتوهم لحتى تهرب من الواقع اللي عم تعيشه. ما رح تقدر تضحك علي، فهمت؟ وانت اكيد عم تتوهم لحتى تهرب من الخوف اللي عم تعيشه. خلاص وحاجة حكي فاضي، انا عاقل اكتر منك، فهمت ولا لا؟ ارمي السكين من ايدك. انا خلاص، نحن بنعرف كل شيء. لا 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 لا، انتوا ما بتعرفوا شيء. ايه انتوا ما بتعرفوا شيء. ايه بجوز، يمكن انت ما عملتوا الشيء اللي عشته، كان بس مجرد وهم. ماني امشي معي مشان اقدر ساعدك. لا 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 لا، هالشي مستحيل. يعني انت ما بتعرف شيء. انا انت ما بتعرف شيء. انت ما بتعرف شيء. انا مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ الله يلعنك، مين انت؟ معقول انا اكون عم بتوهم؟